هكذا تبدو الصورة من بعيد. الديمقراطيون يحتفلون بمرشحتهم الرسمية في الانتخابات الرئاسية، لكن الصورة تختلف عن قرب. أكثر من 40% من المندوبين خاب أملهم لعدم صمود مرشحهم بيرني ساندرز في وجه هيلاري كلينتون. يمكن لكلينتون أن تتنفس السعداء ولو إلى حين بعد أن تجاوزت عاصفة غضب العديد من الديمقراطيين داخل هذه القاعة وأصبحت المرشحة باسم الحزب، لكن العقبات التي تقف أمامها قد تسقطها في أي لحظة قبل أن تبلغ باب البيت الأبيض. ولم تتأخر العقبات حتى أطلت برأسها. المندوبون الذين صوتوا لساندرز انسحبوا من مؤتمر الحزب فور إعلان كلينتون مرشحة رسمية للحزب الديمقراطي. لم تنفع دعوات ساندرز لهم بدعم منافسته السابقة وممثلة حزبه في الانتخابات الرئاسية، ومن سيفعل فعلى مضض. سأصوت لها لكنني لن أعمل لصالحها بل لصالح التقدميين لكي يصلوا إلى الكونغرس. مئات المندوبين الآخرين رفضوا حتى أن يمنحوا كلينتون أصواتهم، فكلينتون بالنسبة لهم لا تمثل مبادئ الحزب الديمقراطي. اعتصموا لساعات في المركز الإعلامي لمؤتمر الحزب الديمقراطي، حيث مئات وسائل الإعلام الدولية، حتى يوصلوا خيبة أملهم في الحزب الديمقراطي الذي اتهموه بالفساد. مثلما كان بيرني ساندرز شوكة في حلق هيلاري كلينتون خلال الانتخابات التمهيدية، أصر أنصاره ألا يتركوها تعبر بسلام إلى السباق الرئاسي في مواجهة الجمهوري دونالد ترامب. أمينة سرير سكاي نيوز عربية، فيلادلفيا، ولاية بنسلفانيا.